أخبار اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج فتاوى أخبار اليوم. السؤال اليوم عن حكم بلع الريق أثناء الصوم. والحقيقة أن هذه المسألة لما تكلم عليها العلماء ما وجدنا أحدا حكم بفطر من بلع ريقه في أثناء الصوم، لأنه هذا مما يقولون عنه اسمه مما تعم به البلوى. معنى تعم به البلوى أنه أمر لا يمكن الاحتراز عنه، يعني لا يستطيع الإنسان أن يتجنب بلع ريقه في الصيام أو حتى في غير الصيام، فإذا عمت البلوى بأمر ما لم يعد له تأثير في الحكم. ولذلك نقول إن من بلع ريقه أثناء الصيام فإنه لا يفطر بذلك ويكون على صيامه، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.